السلام عليكم ورحمة الله. ميشيل حايك يتوقع توقعات العام الجديد 2021، ومن خلال بث مباشر سوف نضع رابط البث المباشر أسفل الخبر لمتابعته ومتابعة توقعاته. وكانت العديد من القنوات تتابع البث المباشر الذي يبدأ بعد قليل لميشيل حايك في توقعاته لكل الأحداث التي ستحدث خلال العام الجديد 2021. والجميع قد تابع منذ فترة طويلة من الزمن توقعات ميشيل الفلك اللبناني ميشيل حايك، وهو اليوم برأس السنة الميلادية من خلال شاشات قناة MT اللبنانية. اليوم 31 ديسمبر، آخر يوم في شهر 2020، يتنبأ ما سوف يحدث في العام الجديد. وكان قد طلب بالكثير من التنبؤات في العام الماضي، ومنها ما حدث ومنها ما لم يحدث، وكذب المنجمون لو صدق، ولكن الجميع يريد أن يسعى خلف هذا المنجم، ربما يتوقع أشياء تحدث وأشياء أخرى. وكانت القناة MTV اللبنانية قد استعدت لبث حلقة الليلة رأس السنة، ونحن نضع رابط القناة مباشر هنا لتعيشوا مع أجواء الفلك اللبناني ميشيل حايك اليوم الخميس عبر أقمار القناة الصناعية ونيلسات لكافة جميع جمهور ميشيل ومن يتابعه من لبنان ومن الدول العربية الأخرى. سوف تشاهدونه من خلال البث المباشر، والرابط موجود بالخبر. وكانت قناة MTV اللبنانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قالت في بيان لها أن حلقة اليوم رأس السنة من تقديم الإعلامية رانيا زيادة، سوف يتم بس بعد نشرة الأخبار 8:30 بتوقيت العاصمة بيروت وسوريا والأردن وفلسطين، والساعة 9:30 بتوقيت السعودية والإمارات والبحرين. والجميع يجلس أمام التلفاز الآن لينتظر ماذا سيتوقع هذا الميشيل حايك للعام الدراسي العام الميلادي الجديد. وكان قد توقع في عام 2020 بانفجار بيروت، وقد حدث انفجار مرفأ بيروت والحريق الذي تم حريق لبنان قد حدث بالفعل، وقد توقعه ميشيل. وتطبيع الدول العربية مع إسرائيل الجيش الصهيوني المحتل أيضا توقعه ميشيل. ميشيل حايك تصريحاته دائما تجد اهتمام من الجميع، وليس كل ما يقوله هو صدق، ولكن البعض منه يحدث. عموما سوف نترككم الآن لتتابعوا ماذا سيقول العم ميشيل للعام الجديد. كل عام وأنتم بخير، لا تنسوا الضغط على الرابط، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. تحياتي لكم وسعيد بكم.